اهلا احمد. لا هاي كوشان هساني جزيرة، جزيرة حلوة صغيرة هادية. كرابي رجعت منها، هاي هنا ساكن، هاي الغرفة مالتي قدامك. الليلة ب 32 يورو على البحر مباشرة. كوشان اسمها هاي الجزيرة، كوشان. لا العصر هسه الساعة 5:35 العصر، مغرب، مغيب الشمس. ست ساعات عن زائدا 6 ساعات عن النمسا. حلو الجو بالليل، شوي اكو هواء طيبة، وبالنهار الصبح باردة يعني لطيفة، وبالنهار شوي حارة. هاي اجواء الجزر هيك. وانا في فندق، كلهم هسه برا. هذا بس انها 2 شياب اعتقد المان. اثنين قاعدين بهاي الغرفة، في واحد شايب قاعد بهذيك الغرفة، بس الفندق بيه حركة. هذا فندق مو بالشارع، الحديقة مال الفندق، منتجع. هاي الغرف الجوة كلها محجوزة، أنا أخذت آخر غرفة، أعطتني آخر، قلت لها كلها فل، أعطتني آخر وحدة هناك بالزاوية. اي دا اشوفه والله باردة كلش، باردة كلش. اي بعد الشتاء اولي ناقص 7. شي جرعها عن عفت الشقة بدون تدفئة هماتها. أوف سلامتك. قريبة يعني؟ شنو ايش عندك مرض؟ لا ونزل. في ايه لا ونزل، ايه مزعجة. اف ايه لا ونزل، مشكلة هاي. ربها دينا البرد. هاي لو هناك كم كانت مربت يعني الغرفة مالت الشغل مالتنا، تفوت هواء دوام مسائي. اي اكو بس صايرين خلف الجبل بعد مرات ينزلون على الشارع. السنة الماضية شفت دخل على السوبر ماركت خمطلة تشيس ما تشيبس وانهزم، ما لحقوا عليه، شرسين يعني، ما يصير تقترب منهم من هنا. اللي شفتهم بقرابي والله كلش أليفين، يلعبون وياك وحبوبين للقرودة، بس هنا أنا متوحشين، وما حتى يقول لك لا تقترب منهم. إذا اجي يمك لا تكشه ولا هاي، هو من كيفه يروح.
بس تكشه او تقول له روح يهجم عليك يعض بهاي الجزيرة. بس بقرابي لا والله حبوبين. افاعي لما نركب البايسيكل تدي من بايسيكل انا اسوق على اوكي اوكي يلا اوكي شوفك ان شاء الله بخير.